قد يكون تخصصك بعيد كل البعد عن هكذا أمور. لا تخصصي هنا، لأن عندي غادي شركات استثمارية في موريتانيا، وعندي بنك ليبي، وتعرف احنا ندير في تقييم للاستثمارات في الوقت الحالي. فتزامن وجود فريق من الليبيين هناك للتفاوض مع الحكومة الموريتانية بخصوص التسليم، مشوا من مدة أسبوع فات وتكلل بالنجاح مع الحكومة الموريتانية، ووافقت الحكومة الموريتانية في تسليم الشخص. طيب، متى ذهبتم كوفد إلى موريتانيا؟ يعني في الثلاثاء في أي ساعة؟ احنا مشينا يوم الثلاثاء صباحا تقريبا الساعة طيب، 11 ونص. من كان معك يعني من ضمن الوفد؟ كان معي رئيس الأركان، وكان معي وزير العدل، طيب، هل كانت لكن معكم فرقة أمنية، رجال أمن؟ لا ما كانوش معنا رجال أمن، كانوا مع الفريق اللي قبل. طيب، من قابلتم من المسؤولين الموريتانيين؟ أنا قابلت رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد، وزير الاقتصاد ورئيس الوزراء. طيب، بعدما قابلتم هؤلاء، يعني هل قابلت شخصيا للسنوسي؟ يعني كيف تم التسليم؟ في أي وقت؟ لا سنوسي الحقيقة لقيتها قدامي في المطار، جابوه لأنه هو مقيم، هو وسرته في موريتانيا، فوجدته تحت الطائرة جايبينها في السيارة. وبعدها طبعا كان متردد أنه ما بيش يصعد للطائرة، ليش؟ كان على أساس أنه ما كانش يتوقع أنه بيرفعوا لي ليبيا. فطبعا في جماعة ليبيين كانوا موجودين باين عليهم حرس، فطلعوه من السيارة وحطوا له الأغلال في يديه، فهو قال أنا عبد الله السنوسي ما ينحطش في يدي القيود. فطبعا استعملوا معاه القوة في وضع القيود وركبوه للطائرة. طيب، فأنا لما خشيت للطائرة لقيتها قدامي مقعمس في الطائرة. كيف كان شكله؟ يعني كيف تعامل معكم طوال الرحلة؟ لا كان راجل هادي ويمتاز بصحة جيدة جدا جدا وقوة بدنية غير عادية، بدليل 5 أشخاص حاولوا معاه باش استطاعوا يركبوه للطائرة. كان يرفض كان الركوب طيب. إذن؟ كان يرفض الركوب؟ ها؟ كان يرفض الركوب يعني. كان يرفض، ما كانش متوقع أبدا أن هو حيسلم لليبيا، هو ما كانش. طيب، يعني لكن كان في ما وفد الذي كان هناك. يتوقعه؟ يعني ما الذي كان يتوقعه؟ طائرة ليبية وبها ليبيون، يعني أين كان من المتوقع أن تذهب هذه الطائرة؟ لا هو طبعا مقيم في بيت فخم في موريتانيا بأسرته بزوجته وأولاده، فقالوا له أنك أنت بيقابلك مسؤول كبير فهمت في الحكومة، فلبس لبس كويس وحذاء جديد وطالع من الحوش على أساس عنده استقبال مع واحد. لقيت فجأة أن هو أمام الطيارة في المطار. يعني هي ذاتها الملابس التي نراها الآن في الصورة، ملابس يعني زي الليبي يعني. لابس فرملة وسروال ليبيات وسورية عربية طويلة ومداير سبحة في يده، حتى لما لبسوا له القيود قعد مستمر ماسك السبحة. طيب، عندما ركب الطائرة وطوال الرحلة، يعني هل كان هادي؟ يعني هل حاولتم التحدث معه؟
أنا تحدثت معاه شوية الحقيقة، يعني ماذا قلت له؟ قال لي أنا نسمع فيك ديما تصرح في التلفزيون، ولكن أنت شنو جايبك في الطيارة في هذه اللحظة؟ قلت له جابتني الظروف. قال لي أنت جاي من أجلي هنا بالذات؟ قلت له لا، أنا عندي استثمارات وعندي بنك، والاستثمارات القديمة تعرف كلها كانت سياسية وما فيهاش جدوى اقتصادية للبلد، وإحنا الآن نعيد في التفكير في الاستثمارات هذه، هل نستمر فيها هل نوقفها؟ فهمت؟ ما عادش زي قبل قرار سياسي هو اللي يحكم في الاستثمارات هذه. قلت له في أموال الشعب الليبي لابد كنا يجب نعمل من أجل الحفاظ عليها وإعادة النظر فيها. قال لي عموما أنا مش مقتنع بالكلام اللي تقول لي فيه. قلت له كويس، احتفظ به لرأيك. طيب، هل تحدث عن مواضيع، عن شخصيات معينة؟ قلت له سوى هالدمار اللي خلفتوه لليبيا، يعني انتم ايتمتوا اطفال وقتلتوا شهداء ومفقودين وناس فقدوا اطرافهم ودمرتوا البلد. يعني لما سمعت ان بنغازي اتحركت وتعرفوا ان الشعب الليبي بيثور ضدكم، ليش يا اخي ما سلمتوش مقاليد الامور للشعب الليبي و42 سنه ما كفاكمش من الدمار؟ على الاقل كنتوا تنجوا انتم واسركم واصدقائكم، طيب، حكمنا عليكم بالعمل. بماذا أجاب؟ قال انا حاولت مع بنغازي وقلت لهم اللي تبوه نعطيهولكم، وطلقت لهم غوغا من السجن وحاولت المستحيل. فهمتوا؟ قلت له معيت صاحبك اللي كنت فتحي تربل وليس هوجا. صاحبك هالمقبور هداي ما يسمعش في كلام من حد، او دمر خنزير البلد ودمر نفسه ودمر عائلته ودمرك انت ودمر كل المخلصين، فهمت؟ ودمر البلد، يعني خسارة على الكل، ما فيش حد ربح نتيجة الطغيان فرعون القرن ال21. طيب، يعني هل شعرت يعني بالحديث معه، يعني انه شاعر بالندم على كل ما ارتكبه في حق ليبيين في ثورة لا 17 لا يناير او لا ما لا، قبله؟ وكأن ما عملش أي جريمة والله مذبحة في تاريخ الثور. يعني تصور هذه الجرائم اللي دارها وعلى رأسها بتاع مذبحة مسلم. قلت له راهو الآن يجب تعرف أن في ناس أحياء شهداء، يعني يشهدون بالوقائع اللي أنت نفذتها. الآن يجب أنت تعطي معلومات، وكان تبي تنقذ روحك في آخر لحظة يجب تعطي معلومات كافة على كل الناس اللي أنت استغليتهم في المذابح طيب، حتى تخفف من الذنب متاعك. الآن فرصتك تاريخية أنك أنت تتعاون مع الشعب الليبي. سيد زقلام، يعني هل سألت إن كان يتابع يعني بعد هروبه ما يجري في ليبيا من أحداث وتشكيل حكومة وما إلى ذلك؟ يسمع في الفضاء، يا عنده كل شيء على فكرة، كل شيء هل عنده علق؟ والله معلومات كاملة. ما كان رأيه في كل ما جرى من بعد هروبه في ليبيا؟